يا بركة رمضان، خليكي في الدار. خلينا نعرف بقى الأجواء هتكون عاملة ازاي في رمضان، والموجة الحارة دي هتنتهي امتى عشان نعرف نستمتع برمضان أكتر وأكتر. من ليندا. ليندا، الأجواء المفروض تتحسن بقى شوية ولا ايه؟ بداية من بكرة يا منى هيكون في انخفاض كبير جدا في درجات الحرارة بنسب بتتراوح من حوالي 7 درجات، وكمان هتقل أكتر من كده بعد بكرة، فالحمد لله يعني. مش مشكلة، هنتحمل النهاردة. بالظبط. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع إنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أما بالليل فهيكون الجو معتدل على كل الأنحاء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، بقالنا كام يوم كده البلاد بتشهد ارتفاع كبير في درجات الحراره، والنهارده لسه زي امبارح درجه الحراره في القاهره بتسجل 39. عايزين حضرتك تقول لنا ايه الظواهر الجويه اللي هتشهدها البلاد النهارده؟ بالفعل يمكن كمان درجات الحرارة يعني أعلى من امبارح بحوالي درجتين، احنا درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 9 درجات. بالفعل الأجواء خلال فترة النهار فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، والطقس خلال فترة النهار هيكون شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع دخول ساعات الليل هتبدأ الكتل الهوائية تتغير، يبدأ في انخفاض في درجات الحرارة هيكون ملحوظ، يمكن الفرق هيتجاوز الأكثر من 15 درجة مئوية، يوصل ل 20 درجة مئوية. وخلال فترات الليل الطقس هيكون لطيف على طبعا المناطق الشمالية الموجودة في البلاد، معتدل على المناطق الجنوبية الموجودة زي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. بالإضافة إن كمان اليوم في نشاط لرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات الموجودة في غرب البلاد زي مطروح وبعض المناطق من السلوم جنوب الصعيد، وقد يكون المثير لبعض الرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق المكشوفة، مع بقاء بعض الأتربة العالقة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة وسط سيناء، بعض المناطق من شمال الصعيد. الحالة الجوية دي وارتفاعات درجات الحرارة يكون آخر يوم فيها النهاردة، لأن إن شاء الله متوقع من غدا يكون في انخفاض ملحوظ وواضح في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد. درجات الحرارة تنخفض، نبدأ تاني نرجع إن شاء الله للأجواء الربيعية، تبدأ درجات الحرارة تدريجيا تعود للمعدلات. الانخفاض ده هيكون خلال فترة النهار وخلال فترة الليل، يعني احنا غدا متوقع العظمى تكون 32 درجة مئوية، يعني بانخفاض 7 درجات عن اليوم. ويعني على مدار الأسبوع المقبل إن شاء الله هنشهد أجواء ربيعية في انخفاض في درجات الحرارة، في نشاط للرياح هيساعدنا على الإحساس بالأجواء الربيعية إن شاء الله. وننوه ونحذر ان ساعات الليل هيحصل فيها انخفاض بشكل ملحوظ، هنرجع تاني للاجواء المائله للبروده خلال فترات الليل. طب يا دكتور، الانخفاضات دي موجوده لحد يوم ايه؟ وهل الاسابيع الجايه هيكون في انخفاضات ولا ارتفاعات؟ هو احنا يعني بدايه من الجمعه وعلى مدار الاسبوع المقبل كله، يمكن يعني على الاقل اليوم الاربع والخميس القادمين هيكون في انخفاضات في درجات الحراره، درجات الحراره فيها تتراوح ما بين ال 29 وال 31 درجه على القاهره الكبرى، يمكن اغلب مناطق الجمهوريه، سواحلنا الشماليه، حتى شمال الصعيد هيشهدوا الانخفاضات في درجات الحراره. وارد جدا يحصل ارتفاعات بقى مره اخرى في درجات الحراره، لان دي السمه الاساسيه في الربيع، الارتفاعات والانخفاضات في درجات الحراره اللي بتكون ملحوظه جدا لما بنتاثر بالكتل الهوائيه، خاصه الكتل الهوائيه الجنوبيه، بيحصل معاها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، فوارد. لكن ان شاء الله نطمن ان الاسبوع اللي جاي هيبقى اسبوع ربيعي، الطقس فيه مائل للحراره خلال فتره النهار، مائل للبروده خلال فترات الليل. ان شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا، كانت معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجوية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 39 والصغرى بتسجل 20، الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19، مرسى مطروح العظمى 39 والصغرى 18، سيوة العظمى 40 والصغرى 19، بورسعيد العظمى 39 والصغرى 19، دمياط العظمى 37 والصغرى 18، الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 19، السويس العظمى 39 والصغرى بتسجل 20.
هنروح لعريش العظمى فيها 36 والصغرى 17، طابا العظمى 36 والصغرى 17، سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 16، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 24، الغردقه العظمى 38 والصغرى 25، الفيوم العظمى 40 والصغرى 21، بني سويف العظمى 41 والصغرى 20، المنيا العظمى 41 والصغرى بتسجل 20. هنروح لأسيوط العظمى 42 والصغرى 20، سوهاج العظمى 43 والصغرى 20، قنا العظمى 42 والصغرى 23، الأقصر العظمى 43 والصغرى 24، أسوان كمان 43 والصغرى 24، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 26، شلاتين العظمى 35 والصغرى 20، وأخيرا حلايب العظمى 33 والصغرى بتسجل 20. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنى عشان يكمل بقية فقرات صباح الخير. يا مساء الخير، بنشكرك يا ليندا، شكرا جزيلا.